النهارده في حائط صد هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم. امبارح الكابتن احمد حسام ميدو في برنامجه اثار موضوع مهم جدا. ميدو قال ان نادي بيراميدز خالف لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم بمعرفه مسؤولي كره القدم المصريه. طب ايه اللي حصل يا كابتن ميدو؟ قول لنا. كابتن ميدو قال نادي بيراميدز قام بإعارة 10 لاعبين بمعرفة المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، وده مخالف للوائح الفيفا اللي قرر من قبل تقليص عدد المعارين. الموسم ده المفروض اللوائح بتقول ان اقصى عدد من اللاعبين المعارين في كل نادي هم 7 لاعبين فقط، الموسم اللي جاي هيكونوا 6. ومن خلال حديث ميدو أشار إلى أن النادي الأهلي قرر قطع إعارة أحد لاعبيه من أجل السماح بإعارة أحمد القندوسي إلى نادي سيراميكا. الزمالك قرر توفير مكان للإعارة من أجل السماح باحتمالية إعارة سامسون أكينيولا. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ مش إسلام، كابتن أحمد حسام ميدو. طيب أنا بقول لمسؤولي اتحاد كرة القدم، لو صحت هذه الواقعة وحضراتكم فين؟ يعني لو فعلا نادي بيراميدز أعار 10 لاعبين زي ما اتقال، هو إزاي ده حصل؟ ومن المسؤول عن هذا الأمر؟ وأين مسؤولين اتحاد كرة القدم؟ أنا متأكد أن مسؤولين اتحاد كرة القدم عندما يعلموا بهذا الأمر، إذا كانوا ما يعلموش، هيبقى لهم تصرف كبير جدا. وإذا صح هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك إذا صح هذا الأمر يجب أن يكون هناك تحقيقات وواضحة للناس. في حاجة زي دي لازم يبقى فيها تحقيقات. يعني إيه أندية تلتزم باللوائح والتعليمات وأندية تانية تقول لا؟ يعني النادي الأهلي ما كان يقدر يضرب، ولكن النادي الأهلي دائما ما ينظر إلى اللوائح والقوانين ويحاول أن يطبقها. في الموضوع ده أعتقد أن العدالة غائبة. في الموضوع ده تحديدا ولا من الممكن أن نرى أشياء أخرى؟ أنا الحقيقة مش عارف، لأنه كل مرة بنلاقي حاجة وبعدين يرجع يقول لك إيه؟ أصله النادي الأهلي، والنادي الأهلي أصله اللي على راسه ريشة، والنادي الأهلي أصله الناس في اتحاد الكرة بتجامل النادي الأهلي. طبعًا هذا الكلام هو كلام عاري تمامًا من الصحة يا جماعة. النادي الأهلي لا يجامل من حد، النادي الأهلي دائم الاعتراف باللوائح والقوانين، دائم تطبيق اللوائح والقوانين اللي بتجيله بيطبقها أو بيحاول إن هو يطبقها، حتى لو علينا فلوس ولا علينا حاجة. الناس بتقول لك قسط كل شهر تدي 10 جنيه مثلا يعني، فبتدي. هو ده النادي الأهلي. طيب لو الواقعة دي ما حصلتش، ما احنا نقول الناحيتين، وتصريحات ميدو غير صحيحة، احنا كده أمام أزمة تانية. أزمة كبيرة برضو. هو ينفع أي شخص بحجم ميدو يطلع ويرمي اتهامات على مسؤولي اتحاد كرة القدم وخلاص؟ إذا لم يصح كلامه، ولكن إذا صح احنا في ظهره بصراحة. يعني عنده حق في الكلام، كل الكلام اللي هو أقوله اللي هو قاله إذا صح هذا الكلام. ولكن إذا لم يصح هذا الكلام يبقى مسؤولية مين؟ هل الناس هنا تحقق؟ وجهة نظري يعني الناس هنا يجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر. إذا صح الكلام نشكر ميدو ونشوف الكلام اللي هو بيقوله ده إزاي حصل ويتم التحقيق. إذا لم يصح هذا الكلام ساعتها هنبقى أمام أي حد بيطلع يقول أي حاجة في أي كلام في أي مكان، زي ما بنسمع من بعض الآخرين. أنا عشان كده بأطالب اتحاد كرة القدم بفتح تحقيق في هذه الواقعة عشان نعرف الحقيقة فين، ونعرف مين الصح ومين الغلط. هل كابتن أحمد حسام ميدو عنده حق، ولا اتحاد كرة القدم له الحق في هذا الأمر؟ وبيني وبينكم يعني معرفش، أصلا إحنا شفنا حاجة شبيهة بكده. النادي الأهلي شاف حاجة شبيهة بكده لما جالنا جواب من الاتحاد الأفريقي يطالب او بيطلب مين يا جماعه اللي هينظم بطوله، عايزين تنظموا نهائي دوري ابطال افريقيا لما كانت المباراه من مباراه واحده. الجواب اتاخد واتحط في الدرج، الدرج اتفتح واتحط الجواب في الدرج. فانا شايف، فعشان كده انا مش عارف،
طيب لو طلع في حد من المسؤولين في اتحاد كرة القدم وراء هذا الموضوع، هل سيتم عقابه؟ وهل سيتم عقاب النادي اللي عمل كده؟ ولا الموضوع هيترمخ؟ معرفش، انا ما عنديش فكرة الحقيقة ايه اللي هيحصل، ولكن قبل كده الموضوع ما حدش يعني، انا ما اعرفش ايه اللي حصل في هذا الامر. وزارة الشباب والرياضة عملت وبعتت لجنة قالت ان فلان الفلاني ده هو اللي غلطان، هو اللي مسؤول. ايه اللي حصل؟ محدش عارف، انا اهو ساسكت لاني معرفش. لما حد يجي يسالني يقول لي هو مين اللي اتحاسب بعد موضوع الجواب اللي اتحط في الدرج ده من سنه ونص ولا من سنتين ايام مباراه الوداد الاولى لو فاكرين اللي احنا اتغلبنا فيها، هسكت مش هقدر اقول حاجه، لان انا كل ما اسال حد السؤال ده يقول لي ماشي هنشوف ماشي هنشوف ماشي هنشوف. دي بقى لها سنتين، فهل من الممكن ان احنا نشوف اللي ميدو بيعمله ده صح او اللي ميدو بيقوله ده صح؟ نحقق ونشوف لو اتحاد كرة القدم عنده حق يحقق في هذا الامر ويشوف ويطلع بان هو يقول لنا يا جماعة مين الصح ومين الغلط. اتمنى ان ده يحصل خلال الايام القادمة.